النهارده بنحلم لبكره. في ايطاليا وفي جنوبها تحديدا في كالابريا كرموا دمياط، شافوا ان دمياط تجربه تستحق التكريم والاستماع، قعدوا يسمعوا ازاي دمياط دي مدينه محترمه في قلب مصر، ازاي هذه المدينه نجحت بجهود ذاتيه انها تحقق نتائج وتستغنى عن الحكومه شويه. محدش بيستغنى عن الحكومه طبعا، اي مسؤول هيقول لك ما اقدرش، بس هي الحكومه جيبها مخروم ما عندهاش كتير. الدكتور فتحي البرادعي هو الذي حصل على هذا، مش عارف اسميه ايه بالظبط، بس لوحه شرف تقديرا من هذه المدينه اللي بتعاني من اهمال ومن ضعف نفقات ومن مخصصات، فاستطاعت ايضا بوجود ذاتيه انها تنهض. عشان كده شافوا دمياط حاجه تشرف. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير. بشكرك على تشريفك، انا عارف ان حضرتك عندك برد، البرد اللي ماشي برد بشع وعنيف. الحمد لله. لكن بشكرك على انك تحملت على نفسك وجيت لنا النهارده. انا اللي بشكر حضرتك على المقدمه الجميله اللي حضرتك عملتها. ربنا يخليك، حضرتك تستحق، انت من المحافظين المحبوبين جدا ولهم ايادي بيضاء على محافظتهم، والناس بتحبك في المحافظه واهلها، وعايزين نسمع وتطمنا زي ما طمنت اهالي ايطاليا على دمياط. يعني دمياط الحمد لله بخير طبعا زي ما حضرتك عارف، وهو كان اساس اللقاء هناك انه مع جنوب ايطاليا كان في بعض الاتفاقيات وقعت من خلال اسبوع ثقافي مصري. الحقيقه السفير الناشط سيد سفير اشرف راشد ومعاه المستشار الثقافي دكتور طه مطر عاملين اسبوع ثقافي، وكان موجود في دمياط والبحيره وحلوان. انما كان عندنا المحور الرئيسي اللي هو تجربه دمياط من ناحيه تمويل مشروعاتها، وايضا الكوبري التاريخي لدمياط اللي تم تحويله لجسر الحضاره. المشروعين دول او احنا عندنا صور اعتقد للكوبري كمان هنشوفها دلوقتي. الموضوعين دول هما اللي كانوا المحور الرئيسي. وايه اللي لفت نظرهم في الكوبري مثلا؟ هو طبعا الكوبري باعتباره مشروع يعني اثر تاريخي، وازاي اعيد توظيفه، لان حضرتك عارف ان الاثار النهارده في علم اعاده توظيف الاثر طبعا. فتجربه دمياط في الكوبري التاريخي ده له علاقه بالكوبري اللي دي طريقه نقل الكوبري لما لما اتفك من قاعدته واتعملت له البنتونات او الخزانات دي اللي هي دخلت تحته، اتملت ميه فغطست ودخلت تحت الكوبري. نعم. وبعد كده فضت الميه منها واترفعت وبدات قاطرات طرها للموقع الجديد، عشان ما نعرضش الكوبري للتقطيع، اتنقل سليم زي ما هو لموقعه الجديد. واعيد توظيفه لان حضرتك عارف ان الاثر عشان برضه يعيش محتاج انه يتوظف، وباعتباره قطعه فنيه اثريه. الكوبري ده عمره قد ايه؟ الكوبري ده اتعمل كان اصلا في امبابه، بدا تنفيذه 1885 في امبابه. في امبابه كان مكان الكوبري الحالي، كوبري امبابه الحالي، بس كانت دي بدايه السكه الحديد، فكان سكه واحده زي ما بنقول او قضيب واحد. لما اتطورت السكه الحديد واستغنوا عنه وعملوا قضيبين او اتجاهين، استغنوا عنه وجابوا جزء منه في دمياط. نعم. الكوبري ده اقدم كوبري معدني في العالم لعبور السكك الحديد، ويفتح للملاحه النهريه. ده اقدم كوبري على مستوى العالم. لما تم الاستغناء عنه في دمياط وعملنا كوبري جديد، كان معرض الحقيقه ان هو يعني يتباع كخرده او حاجه كده، انما احتفظنا بيه ونقلناه امام مكتبه مبارك العامه، واصبح الان يطلق عليه جسر الحضاره، بيشتغل في الانشطه الثقافيه والفنيه. وبالمناسبه كان اخر اجتماع لمجلس المحافظين كان مجتمع على الكوبري ده، لانه في قاعه اجتماعات جميله قوي على الكوبري. على الكوبري، لان في قاعه مجهزه تجهيز حديث جدا ومؤهله لاي ناس. كان زمان تقول نتقابل على الكوبري في حب، لكن حكومه ومجلس محافظين وحاجات كده جديده. ما هو الكوبري مجهز لهذا اللقاء الحقيقي. وبالتالي بيقوم بدور ثقافي مهم جدا وفني، وفي طبعا معرض او مكان لجاليري لمعرض فني، وفي اللاندسكيب اللي حواليه في مسرح بياخد حوالي 1500 شخص. ده يعني بقى منطقة حيوية الحقيقة، منطقة مهمة جدا في قلب دمياط، بتعكس ثقافة وتاريخ، ويعني له تأثير كبير قوي في المجتمع إن شاء الله أكتر من كده في الأيام. طيب الجزء التنموي في المحافظة هو جزء بيشغلنا، إحنا دايما بنشوف إن دمياط هي مدينة الخشب والمدينة التي لا يوجد فيها عاطل، وإن الصغير والكبير بيشتغل
والناس قاعده تبعت لي تسالني عن حاجات هقول لحضرتك عليها دلوقتي. بس الايطاليين ازاي كانوا بيبصوا للتجربه التنمويه في دمياط بالجهود الذاتيه؟ هو الحقيقه انا عايز اقول لحضرتك انا من اكتر الحاجات اللي استوقفتني انه قد ايه اهتمامهم بالتعاون مع مصر. مصر فعلا يعني احنا بنشوفها في عيون الاخرين شيء رائع وعظيم، ما تصورش حضرتك قد ايه كان عندهم الحماس. يعني انا كنت مش مستغرب. صور حضرتك كنت في ايطاليا مش كده؟ ايوه فندم. ده مع رئيس الاقليم بتاع كالابريا. وما تصورش حضرتك، وده ساعه السفير اشرف راشد، لو حضرتك تشوف قد ايه كان حماسهم ان هم عايزين يسمعوا عن التجربه وعايزين يعملوا اتفاق للتعاون ثقافي وسياحي وتجاري. واللي استوقفهم اكتر التجربه اللي هي اعتمدت، يعني حضرتك عارف احنا في دمياط التجربه اللي عندنا انه ما اعتمدناش على ميزانيه الدوله بشكل كامل، لان طبعا ميزانيه الدوله كان الله في عون اللي بيتعامل معاها. لا يعني الحقيقه والميزانيه محمله باعباء كثيره جدا. فاحنا اللي عملناه ان اعدنا تدوير المحفظه المحليه، بمعنى تعظيم المشروعات المحليه، وقدرنا نحقق عائدات كبيره جدا من خلال ان احنا نعمل مشروعات ونتصرف في هذه المشروعات، والمشروعات دي تتصرف العائد بتاعها يدخل صندوق الخدمه ويصرف على مشروعات التنميه والخدمات في المحافظه. وتحديدا دلوقتي احنا وجهنا هذه الاستثمارات او هذه العائدات اللي بتيجي من راس البر لقرى محافظه دمياط. نعم. يعني اتخذ قرار او توصيه من مجلس محل المحافظه واقرت في المجلس التنفيذي انه كل عائدات راس البر توجه لقرى، قرى فقط. أي. قرى محافظه دمياط، بحيث انه فعلا نقدر يبقى عندنا موارد. راس البر، راس البر، لا راس البر اللي بيروحوها انا ما روحتش بقالي فتره، رغم ان ده كان المصيف الرئيسي بتاعنا واحنا صغيرين، كل البحراويه كانوا بيروحوا راس البر. بس أي. كل الاصدقاء اللي بيروحوا راس البر بيقولوا لي انت مش ممكن تصدق راس البر رجعت احلى من زمان بكتير. يعني الحمد لله طبعا دي شهاده بنعتز بيها، لكن الحقيقه في تغيير كبير حصل في راس البر، وفي تنميه حقيقيه حصلت في راس البر. لانه راس البر بالنسبه لنا احنا يعني احيانا كانت حتى الناس تقول المحافظ مهتم زياده براس البر. راس البر في حد ذاتها تستحق الاهتمام، لان زي ما حضرتك قلت هي طول عمرها موقع متفرد، كنز نجوم مصر بتروح نجوم السياسه والفن والمال والاعمال وكل حاجه. لانه ما تنساش حضرتك ان فيها مصب نهر النيل، نقطه الضحك علينا بالساحل الشمالي وخد الناس، بس راس البر يعني برضه بدات تجذب مره اخرى، لان حضرتك عارف عندنا مصب نهر النيل. نقطه الالتقاء ديت طبعا نقطه متفرده طبعا، فحصل ارتفاع. عمل فنادق هناك احنا حاليا في فندق بينشا هناك فعلا تحت الانشاء، لكن يعني قرب ينتهي في موقع رائع. لان حضرتك تصور احنا هنا في القاهره نقول فندق على النيل، في اسكندريه بنقول فندق على البحر، انما موقع على النيل والبحر بقى ده كل غرف هذا الفندق بترى النهر والبحر، كل غرفه ترى مجرى النهر. ده قطاع خاص ولا لا؟ هو ملك الدوله. ملك الدوله، ملك الدوله ليه؟ انا اقول لحضرتك لان ده سؤال مهم جدا. موقع زي ده يجب ان يظل ملك الدوله، لانه مين ده اللي يديله التقاء النهر بالبحر مهما كان هيحط فيه من مال؟ طب الدوله معاها فلوس تدفع وتبني فندق؟ ما هو ده برضو من ضمن المشروعات التنمويه، تدوير المحفظه زي ما بقول لحضرتك. احنا كان عندنا في راس البر مواقع ممكن نستثمرها استثمار افضل، وبالفعل بدانا استثمارات لمواقع ملك الوحدات المحليه في راس البر، وعملنا مشروعات. العائدات اللي جت بدانا زي ما بقول لحضرتك ندور المحفظه، وبدانا نعمل مشروعات سواء كافيتريات او مطاعم او فنادق، وبدانا اما ان احنا ناجرها او نديها بحق انتفاع او نبيع بعضها، وكل ده بدا يحقق لنا عائدات. لان حضرتك خلي بالك انه عموما راس البر اذا انتعشت محافظه دمياط كلها بتنتعش، وخصوصا فرص العمل. المستثمرين غايبين شويه، مش اخدين بالهم من راس البر. انا مع حضرتك احنا لسه برضو المستثمرين ما هماش مقبلين بشكل عالي، لكن ان شاء الله بعد ما الفندق ده يشتغل وبعد مجموعه الفنادق ما تشتغل، لانه زي ما حضرتك عارف احنا عندنا ميزه نسبيه كبيره جدا، ان حضرتك عندك مجرى النهر وعندك البحر.
الميزه الكبيره دي عندك احلى حلويات واحلى سمك وشعب طيب وجامل. دي حقيقه يعني في ايه تاني يعني؟ دي حقيقه. وعشان كده احنا عندنا امل كبير قوي في المستقبل في محافظه دمياط، لان زي ما حضرتك قلت طبيعه الناس وقيمه العمل العاليه جدا اللي موجوده عند الانسان الدمياطي بتؤهلنا فعلا ان احنا. عشان كده دمياط كيف يمكن ان تكون مدينه سياحيه؟ يعني مكان زي ده يجب ان يكون جاذب، وجاذب سياحه داخليه وسياحه خارجيه، وفي ثقافه سائده هناك لاستقبال الاخر والتعامل معه، لان ده طول الوقت كانت محط غرباء ومحطه دمياط. دي حقيقه اللي حضرتك بتقولها. ازاي نقدر نعمل ده؟ احنا حاليا سيد وزير السياحه كان كان مشرفنا، وكان ايضا سيد رئيس الوزاره، وفي امور كثيره جدا فعلا اتفق عليها، انه مع التنميه اللي بتحصل الناس فعلا بدات تنتبه لانه راس البر بتعود، مش هقول للزمن الجميل زي ما كان، لكن الزمن الجميل بس متطور مودرن. كل زمن جماله يعني، نعيش جمالنا دلوقتي، لكن المهم ان هي تكون مكان يعني مكان لائق زي ما بنقول. نعم. ويمكن احنا حتى في انطلاقا من راس البر لما كنا بنتكلم